الانفجار غير قابلة للإطفاء. اسمي محمد محمود النواشعة، ساكن في سوسجي، عمري 9 سنين، وبقرا في مدرسة توني. كل مرة يعني احنا دا نروح نصرح. امبارح مشكلة صارت. شو صار؟ عندنا بين المستوطنين والعرب، عمي نصر قطع والمستوطن بتحلف لعمي نصر، بقول له انت طحت تحت، انت طحت تحت، قال له ارضنا هي لعمي نصر. وجهت الشرطة وقالوا لعمي نصر تجينا بكره. أنا بحس بالخوف. ليه؟ يعني بلاش يطخوا، بلاش يفقعوا قنبلي.